مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج دربيل. رحبوا بكم ورحبوا بضيفنا دائم دكتور تميم بوغرسة. مرحبا دكتور تميم. مشاهدينا الكرام اللي محظوظين ومحصلين ضي وقادرين يتفرجوا علينا اليوم، عندنا مجموعة من الأخبار كالعادة نحاول ندربلوا عليها. أنا نعرف أن عدد كبير من المشاهدين الآن حيتبعوا الشوط الثاني متاع برشلونة، خاصة أن الشوط الأول مسجلين أربعة، لكن أنا حاسس أن إدارة البرنامج مدينها دوارة فيها. البرنامج مدينها يوم لحد باعتبار في بطولات أوروبية والعالم كله يلعب، روما واليوفي أظن تبعوا أموك كانوا متوقعين خسارة تانية، ما يبوكش تنصدم مرات. حتى هذه فكرة صح، حتى هذه فكرة. على أي حال احنا قولي عادي، كنت عرفت معها على هواية مخرج هذا. باهي أعزائي المشاهدين، احنا عندنا صفحة اسمها دربيل، هكذا دربيل الصفحة هذه، حيكون البث المباشر متاع البرنامج على وهذه هي الصفحة اللي عندكم على الهواء الآن، حيكون البث المباشر عليها، عليها هي فقط، مش حتلقوا البث المباشر على صفحة قناة التناصح أو غيرها. فاللي حاب يتابعنا على الإنترنت يتابعنا عبر البث المباشر على فيسبوك من خلال صفحة دربيل هذه. دكتور تميم، احنا عندنا أخبار كثيرة اليوم، لكن الخبر الأول هو توابع اتفاق معتيق سفوزا إن صحت تسمية، يعني عندنا بدء التصدير في بعض الموانئ، بدء العمل في بعض المطارات أو الحقول النفطية على الأقل، على الرغم من تعارض مساري الحوار الروسي والأممي، يبدو أنهم اتحدوا في ضرورة فتح النفط. هو هم الاثنين مصلحات فتح النفط، غير أن حفتر استفاد من فتحه مبكر ومسار الأممي كان بفتحها متأخر شوية. كان الاتفاق زي ما قص على اتفاق جنيف، اتفاق معتيق وحفتر، واستفاد منه حفتر أكثر من 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 مسار اتفاق جنيف، لأن ثلاث حاجات. أهم حاجة اللي هي أول حاجة حفظ ماء وجهه، وكان حيفتح حتى بعد ما يبدأ الحوار الأممي، وكان حيجي على أساس أنه هو أمر من الغرب، بينما هو الآن سوق على أساس أنه هو اتفاق ليبي وكذا. تاني حاجة وما هي ما ترفضتش، لكن على الأقل هدف طمح ليه أنه يلتف على موضوع التدقيق قبل دمج المركزيين، لأن التدقيق بديل لمشاكل وكذا. هو تجاوزا للتدقيق يحاول أنه يلغي الاتفاق الاقتصادي كله، يتجاوزه وإنه يلتف عليه بأنه هو يعلن اتفاق فتح النفط، تقدر تقول من جانب واحد. وأصلا فتح النفط كان هيستخدم كالسلاح لتقوية عقيلة عن طريق الحساب الخارجي، اللي بعدين هتجي إيراداته مع التنسيق مع الجهة التشريعية، يعني مش هنسقه مع حفتر مباشرة الأجانب، هنسقه مع عقيلة، فكانت هتقوي أسهم عقيلة مقابلته هو. آخر نقطة وأهم حاجة موضوع إحراج المؤسسة الوطنية للنفط، وتغيير زي ما قلنا عليها مرفاتة النارتيف، إن الآن أصبح هو اللي هام المواطن. وفي حتى تقريبا حتى في شوية أوتلتس واضح إن هن مدعومات إما من الخليج إما من روسيا، بتكلمن على أساس إن هو الأفكار ما أترك ما ظننت أنك تعرفه forget what you think you know، يعني الأفكار الأولى خليك منها، انظر الوضع الآن وشوف شوف بعيونك، شوف إن حفتر إن هو فتح النفط، بينما المؤسسة الوطنية النفط هي اللي تتعنت والإخوان وغير ذلك. هذه بس صارت لخبطة، هو صنع الله في البداية لو تفكر في البيان العصبي انتعى جدا، وليخسى الخاسيون طرا من الدورة هذيك، وبعد تالي حاول يرجعها لكن مازال العصبي شوية، اللي هو تعرف مراحل الجريف الخمسة، دينايل، المهم ايه الانكار، وبعدين الصدمه والتصديق، دينايل حاجه، بعدين كومبرومايز، مر بين كلنا عقيله خدام كلنا في مره واحده. دار انه هو على عقيله، قلنا احنا صنع الله مر بين في مره واحده، دار بين الثاني نتاع نفتح فقط للحقول الفاضيه على اساس ان الحقول الفاضيه كان في حقول، في الاخير دار بيان يتكلم فيه مع صديق الصورة أساس أنه عندنا البيان هذا. أظن هذا مهم، أعطونا البيان لو سمحت مخرج متاع أي هذا البيان يا دكتور. بالضبط، لو تلاحظ فيه في النهاية بكل كاتب أنه يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي خلال اليومين الماضيين بشأن كافة الترتيبات التي من شأنها تضمن انتظام الإيرادات لصالح الليبيين.
يعني ذكر الاجتماع هنا جي كملحق على هامش اجتماع مع صديق الصور، ما تجيش انك انت تلتقي مع النائب العام وعلى هامش وعلى هامش بيان الاجتماع هذا، تقول والله اجتماع حتى مع الرئيس بعد خطرها. ايه فليش تم الحاقه يعني حتى لو كان الاجتماع مش مهم، يعني صفحه دي تنشر في تعزيات وتنشر في تهنيات، ما نقولوش ان هي لا والله صفحه بروفيشنال جدا وما تتعاملش الا مع الاخبار المهمه ولا في صلب عملها. فالاغلب ان هو والله دخلك ملحق في البيان، انا ما يبيش دينا بيان بروحها، ما يبيش كثر التركيز عليه، الله غالبه وزبكنا واضطرينا نفتح النفط فلفقنا لاي حل ومش لازم يديروا له بيان بروحها يعني. باين معلش، لكن شنو هي الترتيبات؟ هو قال في ترتيبات خاصه بتنظيم الايرادات يبدو نتفق فيها مع السراج. شنو الترتيبات هذه في نظرك؟ انا متوقع انه هو مع السراج بيقعمز بيديروا ترتيبات لتصدير النفط يعني على اساس التحكم في الايرادات وكذا. لا في الاغلب ان هو نفس الاتفاق اللي كان متفاهمين عليه بتاع حساب الاسكرو هذا اللي هو تتجمد الاموال في المصرف الخارجي وبيفعلوه بعدين جاهز هو. فلما صار لهم الاحراج هذا اوكي خلينا نبدا نشتغل فيه من تو لكن نعلنوا عليه بعدين ان شاء الله. دليل ان الاتفاقات كلها واتيه تنتظر وقت الاعلان عنها فقط يعني. كويس. هو بدايه خلينا نقولوا ان التعليقات زي ما اتفقنا اعزائي المشاهدين حتكون على صفحه دربيل، ومتابعه الحلقه اللي يحب يتابعها عبر الانترنت حتكون على صفحه دربيل مش على صفحه المؤسسه كالعاده. وباذن الله من اليوم حيكون كل النشر وكل الاشياء المتعلقه بهذا البرنامج على صفحه دربيل هذه اللي موجوده الان على الشاشه. طيب دكتور تميم، يبدو ان الاتفاق اشعل حرب اخرى للسيطره على المصرف الليبي الخارجي اللي حجمت فيها أموال النفط ريثما يتم توزيعها زي ما كان متفق. وفي أمر قبض أصدر النائب العام في حق محمد بن يوسف المدير العام السابق المصرف الليبي الخارجي، شن تداعيات الموضوع هذا في نظر؟ ومنطقيا لما تجمع الفلوس في مصرف خارجي مع الشقود عبارة عن ترانسفير بيقول لي صندوق فلوس تقعد أنت، هذه عقدة. تخيل أنت ليبيا شنو النفط؟ النفط ما يوصلش مباشرة الليبيين، بيمر عبر مصرف خارجي، مصرف خارجي هدايا أصبح العقدة تقدر تتحكم فيها في ليبيا بالكامل. فطبيعي إن الناس حتى اللي كانين ناسيين بيرجعوا لها. هي القصة هذه بدت من 2018 في شهر 2 تقريبا لما صديق الكبير راسل مصرف ليبيا الخارجي وقال لهم في discrepancies، في تفاوت ما بين القيمة اللي أنتم أعلنتوها للسندات الموجودة وما بين القيمة الحقيقية لها حوالي 400 مليون. شو السبب بتاعها؟ إنه والله مصرف سي او نتاعه المدير نتاعه محمد بن يوسف شري السندات منخفض التصنيف تحت البي بي بي، يعني تصنيف السندات تحت البي بي بي اللي هي السندات المنخفضة التصنيف، منخفض التصنيف اللي عليها عائداتها مش ضمان ان يخلصوك. هي علاش تعتمد تصنيف السندات؟ يعتمد على ضمان التخليص، ايه ضمان التحصيل. لان كده السندات عباره عن دين، لما الحكومه مثلا الحكومه المصريه تطرح سندات يقول لك والله قابله للتسديد ريديمشن، لان يخلصوك بعد مثلا 5 سنين 10 سنين 20 سنه. شو اللي يضمن يخلصوها؟ يضمنها والله عندك وكالات ستاندرد اند بورز وهذا ما يحطوا في تصنيف ائتماني. هل قبل هي تخلص؟ هل وضع الاقتصادي يسمح بان هي تخلص ويحطوا لها تصنيف؟ السندات اللي تصنيفها عالي، فالاي اي اي هذه المفروض تصنيفها عالي والبي بي بي هذه سيئه وضعيفه، فاحنا السندات هذه كانت اقل من بي 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 اللي كانت قيمتها 400 مليون اقل ب 400. هم شو صار لما شروا السندات؟ طبعا المصرف المركزي مانع شراء اقل من بي بي بي، فشري السندات كويس طبعا ديفولت صار عليهم السندات هذول ما خلصونش، خساره المصرف المركزي المصرف الخارجي 400 مليون. فبكل بساطه جي للسندات اللي موجوده عنده ضخم قيمتها كلها، يعني وصلها من 687 مليون تقريبا 685 مليون الى مليار و87 مليون، يعني ضخمها على الورق 400 مليون باش يغطي على خساره 400 مليون. احنا اظن صديق الكبير عنده رساله حول المبالغ الضائعه، اظن عندنا هذه يا مخرج. بالضبط هذه رساله الصديق الكبير حول الاشكاليه هذه اللي صارت.
طيب بعد هذا في العادة مش في الأغلب 99.9% مش حيكون موضوع هدايا غباء ولا قلة كفاءة بل فساد. ليش؟ لأن هذه طريقة معروفة في التخلص من اللودينج البونز اللي يصير عليه. إيه؟ عدل الوحدة من دول العالم الثالث تلقى عندها مدير تعال عندني حاصل في سندات قيمتها كذا تشريها مني ونعطيك أنا نعطيك أنا نسبتك فياخذها طبعا المدير لانه مش همات البلاد لانه هو مثلا مسؤول على انفستمنت فند على مؤسسه استثماريه ولا على مؤسسه ماليه بيتحاسب لكن يقول لك انا في بلاد بنلتز اصلا ممكن بعد 6 شهور او عندي من يحميني وكذا ياخذها ويرميها وياخذ النسبه نتاعها خاصه ان بعدها حاول انه يدير انفليشن لقيمه السندات المتبقيه عشان يغطي على الخساره ففي الاغلب 99.9 يودي ياخذها 100% انه هو فساد. بعد بستة شهور أو 7 شهور 6 شهور أو 5 شهور صديق كبير أصدر قرار بإيقافة وتعيين بورد جديدة مجلس إدارة جديد للمصرف اللي بالخارجي لمدة مؤقتة لمدة سنة. طبعا هو اعترض في لحظات في وقتها لكن مجلس الإدارة الأول وافق. مفروض تنتهي مدة البورد اللي حط صديق كبير في شهر 8/2019 تمام. ومع ذلك ما جاش ناقش محمد بن يوسف ده فالطاك كبرى يعني كويس الراجل مواطع وانت وساكت تعال تو لما بدل الكلام عن مصرف اللي بالخارج يجي بكل عنفوان لا والله خلاص انتم اللجنه اللي حطها الصديق الكبير اللي اصلا المفروض ما حطاش الا بمجلس اداره كامل مصرف اللي بالمركزي المفروض هي انتهت من السنه الماضيه انتهت لها سنه فاني تو بنجي نرجع ايه فاشتعلت الحرب حركوا النائب العام وبعته للردع ومش عارف لعلع باللعلع حتى وخش في الموضوع حلوة لعلع في اللعلع ايه فالحصيلة ان اي مكان توه في اي باب بتفتحه تطلع أيه؟ عليه ريحة فلوس اللي كان مسيبه بيرجع له اللي كاين طالع ما صار ليش من طلوع باعتبار ان كازيوني يلقى ما يقش كازيوني في ساعة لا ما هو فترة ما قبل المفاوضات لم في ساعة الناس اصلا حتى مش هتحاسبك يلا احنا ماشيين مش مشكلة ما تعطلش مسار تفاوضي على طشة 400 أيه. مليون يعني بالضبط او شوف مثلا السيد فرج بن مطاري رجع درب جديد هو الصديق الكبير طبعا ديما الزوز الرسائل اللي تبادلها بيناتهم اكتم الرسائل اللي تبادلها ان غسان كنفاني وغاد السمان غاد السمان ايه صح انا متاكد ان حتى الطبيعات كافكا وميلينيا كافكا وميلينيا انا متاكد ان حتى الطبيعات المتحده والطبيعات المتحده قاعد بيناتهم ماشي وجاي يعني كنت متعرفوا ايه فشي قال سيد فرج بن مطاري وزير الماليه المبجل قال والله اني برقت في تقرير ايراد نتاعكم ولقيت عندكم هكي مليارات وجدات نشبح هكي في 12 مليار 12 مليار هذين ما نش إيراد إيراد مثلا سيادي نفط ولا كذا لا 12 هذين ضرائب هذين الضريبة على النقد الأجنبي تحملت على قيمة الاعتمادات بدل مجنيه و40 ولا 63 يعني الشعب يجيك كل عام يقول لك تفضل هذين 15-16 مليار كويس. خلص بين ديونك هو شوف 15-16 مليار لهذين كازيوني ايه فقال له بالله اني شبحته واني بملير واني طالع ملير هيك بالتصغير يعني ملير بعت له رساله كاتب قدامه لفرجات فرجات فرجات في الاخير لقطه كاتب رقم 5 تقريبا ان نبي مليار لتطوير الجنوب كويس مليار مسكر ومكرش مانيش عارف المشاريع اللي جت حسبتها مكتوله ناس تخدم يا دكتور مش ناس يقولوا يقدروا يجيبوا الرقم بالضبط يقولوا في القاش عليه فرجعت حرب المراسلات بعد الموضوع هدايا زي اللي كان احنا عندنا رساله من الصديق الكبير تقريبا هو هذه مراسلته مع ابو مطاري ايوه بالضبط هذه هي قال لها ريتها لقطه شي قال له والله هي عندكم مليارات واجدات تحدث اعطيني من مليار اعطيني مليار واحد فبعد رد الصديق الكبير قال له ما معناها تريح على ما اعطاك ربي انت غرهنين على الايرادات السياديه لمن وانت مسبب لي عجز يعني قاعد نخلص فيه وبالله اذا بدك طالع طالع اخدم لي على الترتيبات الماليه بتاعت 2021 فكك من القفص كويس فالحرب بدت قلنا بدات تو مراسلات تو اول وحدين الزوز هذين طول يشبكوا في بعضهم كويس فرج وش اسمه وطبعا غسان لما غسان عند المرحله الثانيه طول الكجمان يجبد الورق وحتى يبدا تفكر فيه زمان انت اي حرب الطبعات انت سميتها حرب الطبعات كيف انتم تو ابراهيم الفلاح معينين ما نبيش طبعا رد عليه المؤتمر اسمه مؤتمر قاعد نقول فيه يعني مجلس النواب
لا نبوه، فهو دار رسالة تانية مني لاني من بيش خليفة البكوش حولها على أساس إنه هو حريت. فهمنا من بعد ثورة بشاغة إنه خلاص في الجديد، في الجديد قررتنا جميع جو تو ديروا لي قرار بروحي. وتو حد تسخن موضوع المراسلات هذا اللي ستيفاني ويليامز تكلمت على العقوبات، قالت أني تو بنحط عقوبات، هي توصي مجلس الأمن بأن يضع عقوبات، هي قالت عليه معرقلي المفاوضات صح؟ أصلا منو مازال في حد يعرقل المفاوضات؟ كلمة لا أخيرا أني كلمت لا، جدت مع جماعة المبادئ كويس، عدوا جماعة المبادئ اللي ما ينفعوش هذا مفتكينا من لا تو اللي قاعدين كلهم يقولوا إيه، فمن هم المعرقلين اللي تو تتكلم عليهم هم يعني. مع ذلك بيصير لهم زي ما صار لي سرحان الأبصيري لما قال لي أنا خفت العدة بصراحة، قال لي يا تدفع سرحان عبد البصير إيه يا تدفع يا نشيل العدة، وأنا ما عنديش تليفون ما عنديش تليفون. حتى هي لما قالت أني والله بنحط عقوبات، حتى يعني حتى اللي ما هوش معارض بيقول لك لا، بيجيب بيدير بيان كانوا كتيبة أنه بيختم الختم الحراري، وكانه بيان كانوا سياسي بيدير البيان وبيقول لك أني والله أبايعها على السمع والطاعة وضد كل من خرج عليها. وعلى الأغلب هي يعني زي ما قلت لك أنه ما فيش حد أساسا معترض، تتكلم على عرق له في مسار جنيف مش تفاوض في حدات، العرق في مسار جنيف على الأغلب أنه هي تتكلم. هو أكيد تقصد دكتور تيار التأزيم في جرافيك من مصر بالليبي منتشر تقزيم في جرافيك، هو يبدو لي فيه هو محاولة لتقزيم بعض الأسماء يعني. جرافيك منتشر موجود يا مخرج ايوه بالضبط. هذا يعني فرق بين اللي سماهم تيار التأزيم وبين التيار اللي يؤمن بالمفاوضات على منهج الأمم المتحدة وسماهم تيار التسوية. هو واضح الحزب، انا ما اعرفش حقيقه حتى عن شكون صادر هذا، بيكون صادر من الحزب. ف هي الحلف هو غردي الحزب هيك علم خلاص، هو حزب واحد ما عادش فيه الا هو. لما نقولوا في النحو لما نقولوا الكتاب يقصدوا كتاب سيبويه، قال ما فيش غيره خلاص الكتاب. فحتى انت هنا في السياسه في ليبيا تقول الحزب هو الحزب الذي لا يذكر اسمه، الذي لا يذكر اسمه. الاحلاف القديمه انتهت، انت تتفكر انت زمان صارت بتاعت المحور والتحالف مش انتهت، تعاودت التشكيبة كل ما تجي موضوع جديد تصير فيه تشكيبة جديدة. وحتى دخول المفاوضات، تو المفاوضات هي عبارة عن ماكينة لإنتاج التحالفات. اي طبيعي بعد كل مفاوضات ممكن تكون تحالفات بعد جديدة. كل مفاوضات حتى في مرحلة، حتى في مراحل، في مراحل المفاوضات نفسها تلقاهم في البداية هم الاثنين متفاهمين ان لابد نوقف مع بعضنا ضد اللي ما يبيش مثلا مسار جنيف، وهم زوجته تلقاهم حاطين روحهم في صفه جديده متعنقين بعضهم في على اليسار مثلا حاطين الثاني على اليمين شويه بس تخش في تقاسم المناصب تو تشكشك بيناتهم الطرف هذا، لان وقتها بتقسم احنا زوج ربحنا طبيعي لازم كل حد يبي ارباحها الخاصه ويبدي يدعشم فيه. وطبعا التحالفات اللي تم تنكسر هذه في الصبح وفي الليل ما لهاش علاقه بالايديولوجيه، احنا مستعجلين ما فيش مش وقت تفتيش وراء افكار الناس، تلقاهم المتضادين يجتمعوا، تلقى مثلا على ذكر الحزب تلقى محمد بيصير طالع على قناة الحزب ويسب في واحد تاني أقرب له في الفكر من الحزب. لكن هي هكذا هكذا صورة التحالفات الجديدة، التحالفات الجديدة تتم بسرعة بسرعة في كل خطوة تلقى حلف جديد، بعدين في الحلف نفسه بيتقسم من قدام. فالصورة العريضة توا تقدر تقول في المرحلة اللي احنا فيها توا قبل بدء المفاوضات البروبر، يعني قبل الكلام عن دخول ان احنا نسقنا في المناصب وتو بنتحكم في نتكلم على شكل الدولة. الصورة الآن تقدر تقول اللي ما يبيش يربط نفسه بمسار جنيف ايه ويبي يربط نفسه بنتيجة المسار المسار المفاوضات يعني نتيجة المفاوضات، يعني اني والله مرة كان حصلتها برا جنيف ناخذها كويس، هذين ما خلينا نحطهم هنا اللي هم قالت عليهم تيار التأزيم او خلينا الحين نسموهم تيار هاتم الاخر كويس. عندك تيار تاني اللي عقد الولاء والبراء على جنيف وان والله جيب لي حتى الجنة برا جنيف ما نبيهاش، انا قاعد في جنيف وان ملتزم برقصة التزاوج الموسمية تاع جنيف هذي قبل اللي تسبق النتائج اللي نتنازل قبل لابد نتنازل قبل ما نحصل، خلينا نسموهم تيار مثلا زلبحني به او كويس. تيار نبي يبي المناظر المناظر قبل النتيجة، دعني أخدعك ودعك تنخدع دعني أخدعك ودعك تنخدع. فخلينا نبدأ في التيار الأول اللي هو قلنا احنا تيار هات من الآخر. تيار هات من الآخر قال لك تو ستيفاني رفع 80 ولا 70 شخص ماشي بيهم لجنيف، على فكرة قالوا مرات بيسكر بيرفعوا المالطة ما صارش من جنيف ولا كيف؟ قال لك والله مرات في كورونا قاعدين يدرسوا في الموضوع. ف
فرفعتهم غادي هدمها على حسب اخر تسريبات حيولي هما برلمان مصغر يشكل الحكومه ويعطيها ثقه. تفكر زمان في الصخيرات شكل الحكومه بعدين قعد يرجع في الثقه قال لك يود احنا يود احنا كذبنا طولوا في الخيط احنا كذبناها خلينا نكملوها فاحنا اللي شكلها واحنا اللي نعطوها الثقه يعني تو تشكلها انت الحكومه بعدين دور الجهه التشريعيه تعطيها الثقه كانك دست على صلاحياتها في التشكيل دوس عليهم في الثقه وخلاص كويس. قال لك الحكومه هذه لما بتجينا بصيرنا زي الصخيرات زمان ان الحكومه جايه بدون اي اتفاقيات تربطها. ايه طبيعي. كان ما فيش اتفاق مالي فدخل الحبري عمله الحبري، كان ما فيش اتفاق عسكري فحفتر قعد سمحوا له بالجنوب باركوا له انتصاراته في الجنوب. انت لو كان عندك انت شق عسكري في الاتفاق راه قلت له معليش انت خليك في منطقتك العسكريه. لكن جابوا الحكومه بدون ما تكبلها اي اتفاقيات قبلها وانطلقت تسرح. فهم الان الاتفاق اللي جماعه ما خارج جنيف جماعه هات من الاخر قال لك احنا نديروا الاتفاقيات الاولى. تقريبا كان زمان في مسار تشاوري تاع غدام بس معتمدينها كتمبلت على اساس ان احنا نديروا الاتفاقيات وبعد تالي اللي بتجيبها اللي بتجيبها الانسه ستيفاني انسه اللي جي من الامم المتحده كويس اللي جي من المتحده كله كويس اللي بتجيبها بعد تالي بيجيبها يلقى روحها قدام اتفاقات ما تضحك الله يديك والله. عندنا بعد تالي التيار التسريح التأزيم عكس طبيعي في المقابل يعني عكس التسريح هذا يا شيبي قلنا انه يبي مسار جنيف اللي هو قائم على حاجتين، واحد تقسيم المناصب قبل تحديد شكل الدولة، اثنين التفاوض مع عقيلة مش مع حفتر. كويس وكأنه في فرق بين عقيلة وحفتر عندهم. خلينا ناخذوها هذه النقطة الأولى لأنها مهمة شوي. أول حاجة هو كذا يديه ملطخ وهذه مش ملطخ، أنت خشيت في التلطيخ كله. كويس. مين بتوازي منه؟ حتى بتوازي العارف النايض أو عنده مكالمة صوتية. صح. عنده تسريب صوتي أنه هو داخل في دمه كذا. لكن عندك نقطة مهمة، أنت لما تتعارك مع شخص تعادي تطلب السماح لما تجي تسامحه. تسامحه مع هو ولا تسامحه مع ولد عمه؟ مع هو المفروض مع هو. انت بسيب صاحب الشان اللي هو حفتر وماشي ديلي في مفاوضات مع عقيلة، احتمال كبير يصير لك زي ما صار لك في صخيرات زمان انه يخليك تتفهم وتكمل موضوعك وياخذ منك. طبعا انت حتى في التفاوضات ما تطلبش احنا ايه. الغلطه اللي فيها حتى في التفاوضات يقول لك المفروض تقول اني شو نبي وخلي خصم يقول شو نبي. لا هم يجوا يقولوا اني بناخذ كذا وبنعطيك أيه. وبياخذها على كل حال بالضبط بعدين بيطلب اللي يبيه. فانت في المفاوضات ما تعرضش عليه خليه طلباتك انت بس. هذه اهم حاجه. وثاني حاجه نلزمه هو بالكلام. انت مفاوضاتك مع مين ومع عدوك؟ خلاص تفاوض مع عدوك. ما بعت لك شان مثلا عقيله صالح بالضبط زي ما صار زمان بعت لك بعيره وهذيما بعدين يقول لك والله لا يمثلنا لما يتناقش حد وصبح في عين زاره ايه قاعد يقدم بعد تالي حتى في النقاش الجديد تناقشيه انت تناقشيه لما وصل هو خليه يحكي صح بالضبط. فلو هذه الموضوع انك ما تتفاوضش مع عدوك هذه بدعه تفاوضيه حطوها مع بدع الحزب الباطني السياسيه الاخرى. ولكن لم تقول ممكن غباء ممكن ناس ما همش اكفاء لكن في عندك نقاط اخرى تخليك تحكم عليهم. شلهن ان اول حاجه الشلبوخ هذايا انت واكله نصا من 4 سنين صحيح باه نلتمس لك فيها عذر ونقول والله ممكن العمر والزقوم ضرب بالذاكرة صالك فيها زهايمر فنسيت. عندك تذكير آخر من أسبوعين غسان سلامة في التسريب من أسبوعين شهرين غسان سلامة في التسريب مش تسريب لقاء هو لقاء تاع القناة الفرنسية الصحيفة الفرنسية كان لقاء صوتي دارة إن والله كل الدول اللي كانت راعية لمسار الصخيرات كانت منافقة وكانت تدعم حفتر سرا وعرفتها بيقدم وخلوه يقدم. بهذه ما تقدرش تحطها على الزهايمر بديش قريبة يعني قريبة والله ما تقدرش تحطها انك انت انسان مشغول. المشري مرة سألوه قالوا له ليش قريت الدستور؟ موافق عليه من غير ما نقرا ليش؟ والله مشغول. تخيل دستور دولة رئيس مجلس دولة طبعا دولة هم انت تحس فيها فخمة بيبقى راس مشغول حقك قال لك ماليش فاضي باهي يا سيدي انت على انشغال اهم دير لك صوتي وقعد ايه ويوزعوا فيه جماعة في الواتساب اكيد وصلك فلا تقدر تحطه على انشغال ولا تقدر تحطه على الامية تقول اني والله رجل امي ما نقدرش نقرا. لا داويها بلسانها غسان شيء ممكن يقولك اعذار اخرى والله حتى لو فرضنا انه مش غير غمز لك السفير ان سحرك دار لك خطين لما يجيك كف من غسان سلامة اللي هو مبعوث لابد تصحصح شويه معناه احنا تو لا نقدر نحطه على الزهايمر لا نقدر نحطه على الاميه لا نقدر نحطه على الانشغال لا نقدر نحطه على السحر لا نقدر نحطه على البسبوسه معناه ما هيش غباء وما هيش انكومبتنس ما هيش عدم كفاءه
بايو تفسيرها؟ تفسيرها أن هي مجازفة مدروسة جنيف المسار الأقرب للوصول للكراسي، للوصول إلى المناصب. لو تدير أنت، لأن طبعا عندك في شرعية دولية، لو تخش أنت في مسار آخر خارج جنيف، نعم، هتصطدم بالشرعية الدولية. مرات في نفسك مسار آخر، لكن خلاص دبني خشيت في مسار الستاندرد اللي هذا. لو لاحظت أنت في بتاعت حزب التأزيم وتيار تزيم وتيار تسريح، تلقى نقطة كاتبين والله إحنا ملتزمين بمسار حسب الستاندرد الدولي اللي هو الجنيف، مش محدش ينافسنا تو نقص هذا. أي بالضبط، أي حسب، ايوه تلقى ما تكون الامم المتحده، اي مسار متحده بالضبط. انا خشيت الامم المتحده فلا يعوزني شيء، يقولوا يقولوا المسيحيين. فما عادش تعنيني فرنسا وروسيا اللي في الطرف، ما عادش تعنيني اي اتفاق ثاني. فطبعا في مخاطر من بينها، قلت لك نقطه انك انت تتفاوض مع قيله مش مع حفتر، وتتفاوض بنفس اجنده التسخيرات اللي فاتت، اللي هي أنا نتفاهم مع مندوب عن عقيله ونفترض ان الدول بعدين حتلزم حفتر بالاتفاق، وهو ما لن يحصل. طيب معلش دكتور تميم، خليني نقاطعك لان في محمد قنوده يقول حاجه مهمه، قال لك هذا كله صاير والرفال والع. ف سخوي والع ولا رفال ما نعرفش هم شن طياراتهم، لكن على أي حال في طيران عسكري أو في على الأقل تجهيزات عسكرية ضمن هذا كله يعني. مصطفى مصراتة يقول لك ثمة حرب قادمة ولن تؤثر فيها لا جنيف ولا بوزنيغا. والله قلت لك احنا ماشي في نفس الخط الأول، لأن حتى في تسريبات عن جنيف أنه في واحد في دكتور في أمريكا نشر الفيديو أنه اتصل بأحد الموجودين في جنيف في اسمها منرون، نعرف شوين قال له كلمة غادي، وقال له والله احنا ان شاء الله حنتفاوضوا ونحطوا عقيلة باقي. قال له شو اللي يمنع ان حفتر يقول والله الكلام هدايا مش ماشي عليه؟ قال لي والله ضمانات دولية، ضمانات دولية بالحرف الواحد قاعدين يكرروا في نفس الكلمة اللي فاتت. طبعا هم شو مشكلتهم يعني؟ مجازفة محسوبة، كان ربح تحصلنا دولة على ابيض، وكانوا خسرنا عند الفيلا في على مضيق البوسفور، والله احسن شوحو تحت كويس. دكتور سامي ايضا الكثيرين يبعثوا لك التحايا والسلام ويشكروا يعني نقاشك وفكرك. مصطفى مصراتة كانه يعرف هيك من بكري، يشير اشارات كانه يسلم عليك فلان وكذا، لكن يقول البلاك اوت خسوف طبيعي لللامبات. توافق على هذا؟ ما قلنا لهم نبو جماعة النظريات المؤامرة يطمنونا، هم جونا في الكورونا طمنونا، قلنا والله انفلونزا عادية غير جماعة بزنس، وجو في الأرض مسطحة غير جماعة ناسبت بزنس تكذب عليهم، فجونا حتى في بلاك اوت قلونا ظاهرة طبيعية تصير باهي. طيب الفكرة دكتور تميم الآن، هل تظن أن شين يصير في سرت اللي صاير في سرت الفاغنر زي ما قال المزام كملش نقطة على سمحني انت كنت تحكي على عقيلة والمشري تو راهي اسمعني صفحة جديدة بنتمرد انا باه توكل على الله. ايوه شو قلت؟ تحكي على تقسيم المناصب بين عقيلة والمشري المفروض. ايه طبعا هم يتكلموا على اساس ان هي والله شورت كت مستعجلين، فعلا هم مستعجلين، قال طريقة سريعة اللي يخلط بالعود أعطي مسعود، بتكون طريقة سريعة يعني، بتجيب تحط قدامك سبع مناصب سيادية بتقول قسمت الدولة فيها أكثر، أنت عندك بعدين مناصب فلوس أكثر، بعد تالي شركات القابضة شركات الاستثمار. إذا كان طولوا الفترة وما بوش يدوروا بسرعة تقول هذا يماطلوا متكاسلين، لو داروا بسرعة ونصتوا تقول حرك بالعود أعطي المسعود. ففهمني شن تبي، شن تبيهم يدير شن نبي مناصب من أقصوش تقسيم مناصب تو إطلاقا، تفاهم على شكل الدولة بعد تالي قسم مناصب، بدي حط الاتفاقيات اللي الدولة لما بتجيب تنفذها. موضوع انك انت والله هني خلاص قسمت المناصب حزت الله اكبر، هين تانقوا بعضنا نقولوا نبكوا عم تفوت فيه باهي، قسمت المناصب ودرت حكومه جديده خلاص حول السراج حط حكومه جديده اللي جبت انت، شو تغير؟ فعندك اربع سنين سخيريات ثانيات بالضبط. فهي اغلبهم موضوع انهم استعجالهم في الوقت ان يبوا ينافسوا المسارات الاخرى. حتى مش مسار معتيق روسيا بس، حتى مسار مصر، مصر نعم، ايه في حتى مسارات داخل تبع الامم المتحده الى حد ما، لكن قاعده تنافس فيهم. فهذا مش هم مستعجلين بيجيبوا بعد تالي حكومه يحطوها في سرت، شنو شرعتها؟ والله شرعيتها 50 ولا تحكم 50 ولا 60 خاتم حراري على ورقه من كتيبه وخلاها هي تحميها. با كيف بتنفذها هذه؟ خلينا من ان هي تجي ولا ما تجيش، انت كيف بتنفذها؟ انت بتجيل طرابلس ناس وكتائب
لها 4 سنين مكتسبات حصلتهن في اللي زارع نفسه في كل مقار الدولة. جيته وبتقول له راني بناخذ منك كل شيء وبنعطيه الناس غير مقيدين بشيء. ناس لا درت لهم اي اتفاقيات لا درت لهم من حقهم انه والله يجي غدوه يقامز يقول لك اني نمسح الجهاز الفلاني كله اللي انت قاعد ماسكه في طرابلس فرحان به. يقول لك والله الشركه الاستثماريه بنعوض هيكلتها بالكامل وانت قاعد هنا وعابي عليها. غير انه طبعا هذا هدرز طبعا الموضوع الناس البراغماتيه اللي هي مهماش المبادئ المهم اني مصلحتي فيها هذا ما كيف بتقنعهم. نجوا تقول للناس اللي عنده شويه مبادئ مش عارف المزافي منهم ولا لا يقول لك والله هو حفتر جاي زمان في قدامس كان يبيش الا منصب الامن القومي واحنا ما عطيناه لاش. جيت وتعطيه نص المناصب السياديه المنصب المركزي وتعطيه القائد الاعلى للجيش عن طريق عقيله وتجيب للعاصمه اللي ما يقدرش يخش لها قربتها منك انت. مروان الدرقاش قال لك قال حفتر ما يقدرش يخش للعاصمه فرفعوا للعاصمه غادي بالضبط. وهذا اي هذا السؤال اي شخص بيخطر عليه من اللي طلع مهزوم الحرب. حفتر لما خش الحرب ما عندهاش عاصمه ما عندهاش مصرف مركزي تو طلع من الحرب عنده قائد اعلى للجيش على ليبيا كلها عنده مصرف مركزي عنده. انا اظن هذه اول مره المهزوم في المعركه العسكريه هو اللي ينتصر سياسيا صح. غريب شويه هي القدره على افتكاك النصر من فك من بين فكي الهزيمه موجودين عندهم. خالد بن الوليد كانك تحضر زمان في اسلام دانك بطل المرتدات ايه يقول لك هذا يفتك لك النصر من بين فكي الهزيمه. لكن افتكاك الهزيمه من بين فكي النصر هذه جديده اسمها هذه عند جماعتنا بس تلقاش حد تقول الحكايه كلها ماشيه وتقول انت استحاله يخسر هذا هذه يعني بدعه مسجله المفروض في جينيس يسجلوها مع البدع بدعه الحزب البطني. ف شو بيصير بعدين لما 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 يرضوا نقل الحكومه لسرت كانت عندك انت شنو حكومتين ولا شنو ثلاثه عندك حكومه في طرابلس حكومه في الشرق وبيديروا واحده جديده في سرت بيديروا واحده جديده في سرت. لا ما انت لابد يسلموا ماشي تقول تاخذوهم بالعين يعني ماشي ما شاء الله. وهذه سمه في كل الحلول الحلول التوافقيه. الحلول التوافقيه تقول لك والله انت مفروض 2-1 ايه 2 تخلط لا احنا 2-1 3 بس زعلوا حد يجوز زمان في فجر ليبيا في طرفين نزاع خشوا في الموضوع طلعوا 16 كانوا حكومتين قعدوا مده 3 حكومات. فبعد تالي 3 حكومات بتصير لك بعدين شنو عمليه التصفيه مش تصفيه كيف نقصهم بتصير لك حرب الميليشيات لو تفكر فيها حرب 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 النفوذ اللي استمرت من 2016 ل 2018 هذه بترجع. فكل السيناريو اللي شفناه بعد الصخيرات مباشره حيرجع من جديد. احنا تو ماشيين تخيل انت في عندك 5 نقاط على مشينا خط مستقيم الاولى الثانيه الثالثه من المنطق ان نقول لك نمشي على الرابعه والخامسه. احتمال قدره الله في كل شيء يعني احتمال يفنى العالم احتمال يصير اي فضه احتمال يصير نيزك يوصل احتمال الغدوه الصبح والله يلقوا حفتر طايح مغمى عليه جاي تجطه امين يا رب ايه ما تدريش. لكن على ما ماشيين فيها هكذا هذا لو فرضنا ان قلت لك ان موضوعهم ان بيحزوها بيحزوا بعد تالي بعد اتفاق افرض انه قال لك والله واحد فيهم خطط عليه فكره شويه شيطانية وقال لك مش حنقدر اصلا ننقل الحكومة في سرت كما افتعلش حرب في طرابلس. يعني مش اذا ندير الحكومة في سرت ومن نتائجها يصير صراع في طرابلس. قال لك لا والله انا ندير حرب في طرابلس الميليشيات اللي تخسر في الحرب هذا يجي زعلانة ناخذها نمشي بها ناخذها نمشي بها سرت. هذا والله احتمال ممكن بعض الاشخاص اللي قاطين الدم ربي احتمال يديروه. طيب على ذكر سرت انت تحدثت على سرت انا كنت بنسال عليه في اخبار عسكريه ان الفاغنر مترسين في جدابيا وان في تقريبا في جفره في الجفره ايه في منطقه جبليه اظن قالوا إيه؟ وفي 31 موقع دفاعي على المرتفعات حول قاعه الجفره وسلاسل الجبال باتجاه سرت يعني بعضها 25 كيلومتر من القاعده او محيطها. شو تفسير التصعيد العسكري هذا قبل المفاوضات؟ مش احنا ماشيين مفاوضات وبنتصاحب وخلاص وبدينا حبايب؟ هو هذا ستاندرد ستاندرد انك انت قبل اي مفاوضات انك انت تعلي اللاري باش تزيد اسهمك التفاوضيه بعدين داخل عندنا احنا بس انت ما تاخذش عليهم بتاعت ان احنا والله داخلين على المفاوضات هي نفكوا المخازن من الكلاشات ونبعدوا الناس اللي عندهم شويه حراره دم هذا عندنا احنا بس. لكن التصرف الطبيعي في اي مفاوضات انك تدير تصعيد قبلها مش تلقى باش تساوم. غير ان موضوع الجفره في حد ذاتها امريكا مركزه عليه واجد.
ليش؟ هذا مكان للقاعدة عسكرية لروسيا على البحر، على جنوب بحر المتوسط، فيها دفاعات جوية خايفة منها، مصوراتها كذا مرة، حتى في تويت لبومبيو المدة اللي فاتت قال إيه؟ إحنا استهدفنا خلية تتبع لفاغنر في أفريقيا الوسطى وفي ليبيا. في نفس اليوم اللي طاحت في طيارة سوكنا، هل هذين نفس الشيء؟ هل قصد استهداف فعلا استهداف عسكري، ولا قصد مثلا استهداف أمني، ولا استهداف إلكتروني اخترقوهم وكذا؟ ما تعرفش، لكن واضح أن في تصعيد صاير فيه من 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 ناحية أمريكا. عندك حتى الاعتراض على فتح النفط اللي في البداية على الاتفاق مع تيك. السبب واحد من أسباب انتعاته أن فتح النفط كان مؤجل على أساس أنه بيديروا باكج كامل بأنهم يفتحوا النفط وتخرج الميليشيات اللي من بينها الفاجر والحقول النفطية، فكانوا مركزين واجع على المسار هذايا. أيضا الكلام على دخول قاعدة مشتركة سرت بعض قوة مشتركة سرت بعض المفاوضات هيخلي الجفرة على يسار، على يسارها قوة للوفاق وعلى يمينها قوة للوفاق. غير موضوع الكلام اللي قاله عقيلة، عقيلة عنده مقابلة، احنا عندنا تقريبا مخرج الفيديو بتاع عقيلة صالح. لما تتكون سلطة جديدة لن يحصلوا على المال ولن يحصلوا حتى على الغطاء السياسي، وبالتالي السلطة الجديدة ستعمل على تفكيك هذه المجموعات، وتطلب أيضا من المرتزقة ومن جميع القوات الأجنبية الخروج من ليبيا. نعم، هناك نقطة أخرى مهمة جدا، لأن قيل أن حكومة الوفاق أو موضوع تأجيل النظر في المعاهدات الدولية التي أبرمتها حكومة الوفاق سيتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وهذا يأتي في صالح أنقرة وفي صالح تركيا. كيف ترون موضوع المعاهدات التي تم إبرامها بين حكومة الوفاق وكيفية التعامل معها الآن؟ نحن دولة لدينا دستور ولدينا تشريعات يجب احترامها، أي معاهدة في ليبيا وفي غير ليبيا يجب أن تعتمد من السلطة التشريعية، والاتفاق البحري بين حكومة السراج والأتراك رفضه مجلس النواب رفضا مطلقا واعتباره كان لم يكن، وبالتالي هذا الأمر في أي مرحلة من المراحل يجب اعتماده من مجلس النواب، لم يعتمد الآن وبالنسبة لنا يعتبر كأن لم يكن. هناك مصالح أخرى، التزامات قانونية سابقة حتى أيام معمر القذافي، طبعا إحنا التزاماتنا يجب علينا الوفاء بتعهداتنا اللي طبقا للتشريعات وطبقا للقوانين الليبية. يعني إذن بتعتبرون من الآن أن هذا الاتفاق الذي أبرم بين حكومة الوفاق وبين تركيا، سواء الاتفاق البحري أو الحماية العسكرية، هو اتفاق باطل؟ نحن منذ البداية حتى قبل هذه الأيام في مجلس النواب نعم رفضنا، وحكومة الوفاق لم تقاومكم في اجتماعاتها مع لا تستطيع حكومة الوفاق، لأن يعني هذا الأمر بالذات معروف في العالم كله. تمام دكتور، شن تعليقك على كلام عقيلة هذا؟ خليك من الفتر شواجة بتاع تركيا، وبنطلعوا وبنديروا وبنقصوا التمويل على الميليشيات وكذا. في نقطتين تكلمها لما تكلم عن خروج، قال خروج كل القوات الأجنبية. النقطة الثانية اللي تكلم عليها اللي هي قال لك لو طرح موضوع الاتفاقية الليبية التركية لكل حادث حديث، هذا ممكن دار شوية جرس الروسي أنه والله عقيلة ماشي واجد مع مسار جنيف، أن ممكن فعلا يطلب خروج كل القوات، ممكن تطلع منك كلمة شكل ما تندريش قدام كل ما هو ماشي، خاصة أنك أنت تو بتكبر بموضوع إيرادات النفط وكذا، ممكن يكبر عليك عقيلة. الموضوع الثاني اللي هو الاتفاقيات اللي مع تركيا، تركيا حتى لو خرجت عسكريا بإمكانها ترجع من باب الاتفاقيات، بينما روسيا ما عندهاش إلا الأمر الواقع. نعم. هي تقول أني مش موجودة أساسا. تقول أني مش قاعدة. صحيح. فما عندهاش إلا الأمر الواقع، والأمر الواقع انتهى هذا قاعد تو تهديد من أمريكا، وبعدين بيتهدد بقوات من الجانبين، وممكن يتهدد حتى سياسيا، وما عندهاش اتفاقيات يقول لك بها خلاص أني نعاود التفاوض. لا ما تقدرش تعاود التفاوض، أنت بتقعد بتطلع. فهذا سبب منطقي يخليهم يتمترسوا ويديروا نقاطهم العسكرية حول الجفرة بالكامل. على ذكر التمترس، أنا بنسألك عليه واحد ثاني متمترس هيك ومتومش حتى هو، لكن مصطفى يقول هيك عقيلة رخيص ممكن تشري بقاعد رز، فالموضوع كأنه مش مهم يعني. منصور والله هو فعلا، لكن مش احنا اللي نقولها، لان نشوف باش مقابلين نحن للأسف. منصور علي يقول لك تولي في خلاب ونجيم وفي الوشكة ايديهم على الزناد،
عندهم علم ان هادم يخدموا بهم وعارضين تضحياتهم ودمهم للبيع؟ لا، على الاغلب ان عندهم علم، لكن شي بديه بروح بيسيب صحابه. طيب انت الطريق الاخير المهم تاع حمد يقول هناك تيار، هناك التيار الذي يمثل الثوار وكثير من قوات بركان الغضب رافضين لما يقوم به المشري وعقيلة، ولا يثقون بعقيلة وحفتر ويعتبرون الموضوع تبادل الأدوار. السؤال، هل يستطيع هذا التيار أن يفعل؟ ماذا يستطيع هذا التيار أن يفعل؟ تفكر، لا أدري متاع زمان لا أدري متاع شو مصير لي. خلي يدير حاجة وبعدين نحكم على قوة التيار ده، لكن تعرف قوته، تعرف حجمه، تعرف امتداده، لا تعرف التزامه بالقضيه مثلا. طيب، على ذكر التمثلس، انت في وكيل الصحه المتسردب على راي الشيعة، وزير وكاله الصحه، وزير وكاله انت تسمي فيه، سيدة محمد هيثم عيسى، دار مقابله من مكان ما عندنا اظن اللقاء هذا. يا مخرج اعطينا اللقاء لو سمحت. لما يكون وكيل حيكون يعني بطبيعة الحال زي ما يعني قلت لك في الإجابة السابقة، لما يكون وكيل حيكون هناك ليه يعني احتكار في مجال الماركة اللي هو يستخدم فيها، بمعنى أننا لا يمكن ناخذ جهاز مثلا MRI اللي هو جهاز رنين مغناطيسي من شركة غير معروفة أو من شركة من شخص غير وكيل لهذه الأجهزة، وبالتالي يتم احتكار هذا النوع من الأجهزة فقط من وكلاء اللي هم حوالي اللي يتعدون أو 4-5 وكلاء لهذه الأجهزة التشخيصية اللي هي في وزارة الصحة. وبالتالي من المنطق أن يكون قيمة المشتريات، لسيما أن رأس مال هذه الأجهزة كبير جدا، يصل إلى 8 مليون و 11 مليون للجهاز الواحد. وبالتالي لما يتم شراء عدد من الأجهزة بطبيعة الحال حيكون الرقم كبير، وحيكون فقط مختصر عليه وكلاء معينين. هذا جانب. الجانب الثاني، ليس لدينا أمر شراء واحد في وزارة الصحة لم يتم فيه الطلب من جهة الاختصاص. من هي جهة الاختصاص؟ اللي هي الاند يوزر وهو المستخدم الأخير. عندما يقوم الأخصائي أو المختص أو التكنيشن اللي هو المسؤول على الجهاز أو الجراح بطلب نوع معين، يجب احترام طلب هذا الأخصائي، لأنه هو اللي بيشتغل الجهاز في نهاية المطاف، وعقيدة مبنية على استشارة فنية مقدمها هو لمدير المستشفى، ومدير المستشفى من خلال جملة مؤشرات متمثلة في خدمات بعد البيع، المتمثلة في مدى تجاوب الوكيل مع المستشفى، لأن أحيانا تكون الأعطال أسبوعية للأجهزة، تكون مدى يعني ليونة الوكيل في التعامل. طيب، تعليق طويل جدا، اللقاء طبعا طويل جدا، ما قدرناش ناخذ منه اكثر من هيك، لكن انت طلعت عليه بالكامل، شنو تعليقك عليه؟ والله شو بقول لك، هو القناه هذه بصراحه متميزه، يعني مره فرج ابو مطاري ومره محمد هيثم، يعني مسؤولين هذو، يعني كلمة اسم القناه تبادل يعني مناسب جدا لوظيفتها. والله بلاد زيطه انك تجيب واحد عليه امر قبض وتدير معه مقابله وهارب من الأمر هذا اللي 20 يوم يتكلم بكل أريحية، وانت تاخذ وتعطي معاه في كل شيء، ومشكلتك بس في موضوع التكليفات بالهاتف. نعم، هذه قضيته هو المذيع قاعد يرجع لها أكثر من مرة، وموضوع أن فلان وفلان يحكموا في مصر في المركز. فترش واجد هو تكلم قال ورب، والله لو تقعد في كل نقطة ماش بتحز. مثلا قال الكورونا في تونس 850 مليون، قال المذيع قال له بس احنا نص عدد تونس، قال ليه لك احنا أكبر، يكيل بالتراب هو، قال احنا أكبر وعندنا قرى أكثر. غريبة شوية، يعني كأن أنت صح، أنت مساحتك أكبر لكن القرى في تونس أكثر، المراكز المدنية في تونس أكثر لأن عندك 10 مليون، وبالتالي مراكز العزل نتاعها بتكون اكثر. المهم لو تخش في التفاصيل هذه تلقاه يقول في كلام مجرد انه يقول فيه هو لابس بدله ويعتقد انه مزبوط، المذيع لابس بدله برضه ويؤكد على كلامه، فبالتالي يعتبر فيه هذا لقاء صحفي وصل للحقيقه، والسلام عليكم وكل لمصلحه المشاهد. خلينا ناخذ شويه بالله كلام عن العطاءات. اول حاجه قال لك والله اني سائل على اعطاء 40 الى 50% من اجمالي التكليفات لشركتين بس، فسرهم بواحد هذا وكيل، اثنين والله دي رغبة المستشفى، الفني قال لي بالجهاز هذا، وانا ما نقدرش نقول لا للفني. ما تقولش هو نفس الشخص اللي مخلي الدكاترة معتكفين في المستشفيات بدون مرتبات، ولا يقدر يشتغل
لا يقدر يشتغل في مكان ثاني ولا يخلص من الشغل نتاعه في مراكز العزل. قاعد يتكلم واجد عن فضائل الوكيل، قريب يقول لك مذكور في القرآن وإن لابد تأخذ إيه والله جديات. والوكيل الوكيل والوكيل يتكلم كأنه في وكيل واحد بس اللي بقية كلهم تجار شنطة. لا، في وكلاء واجدين، في ماركات واجد، أنت اخترت منهم اثنين، لكن في وكلاء أكثر بكثير تقدر بكل بساطة إنك تجيبهم وتحط لهم كراسة الشروط، نيب الجهاز الفلاني مواصفاته كذا قدراته كذا، وهذا المعمول به في مؤسسات، وهذا المعمول به في العالم كله، ونبي خدمات ما بعد البيع كذا، وخلي بعد التالي هم اللي يقدر يقدم على الشروط هذه، هو اللي يقدر ياخذ. لكن يقول لك لا، انا والله بدت مفاضله اخرى اللي هي والله الدكاتره متعودين على الجهاز هذا، حتى لو في واحد ثاني يقدر ينفذ نفس الطلبيه، لا الدكاتره متعودين على الكلام هدايا. هذا لما يكون السعر معقول. لكن ما تجيش تاخذ لي جهاز حقه تقدر تجيب به، طبعا بتفاهم بينك وبين الوكيل مضاعفين السعر، في اللي ب 50,000 قاعده ب 300,000، تقول لي والله هنا الدكاتره يبوا. ايه الدكاتره يبوا، لكن مش لما يكون سعره 6 أضعاف. مثلا انت عندك بوك مثلا مريض في الحوش، بتاخذ له جهاز، بتحلف بتقول بناخذ له الروج، انك تتعامل بناخذ له احسن شيء، بناخذ له رز من غلاش، انك تتعامل مع شخص. انت وكيل وزاره صحه او وزير وكالة صحة، فمش المفروض تتعامل بالصورة هذه. انت تتعامل مع بول كبيرة فيها مئات الالاف من المرضى، والفكرة نتاعك انك انت عندك مبلغ تبي تجيب به افضل رعاية صحية لهؤلاء، وبالتالي انت المفروض تجيب به يعني معيارين عندك، انك تجيب الجهاز الكويس وانك تجيبه بعدد يكفي. فلما تقولي والله الدكتور يبي الجهاز الفلاني، نقول له معليش الوكيل بتاع الجهاز الفلاني برايس سيف اوت ذا ماركت، يعني حط سعر لا يسمح بالتنافس. نعم. فما نقدرش نجيب لك هدايا. وبدال ما نجيب لك مثلا اني واحد دريجر، اهو نجيب لك والله 6 مدري، ولا نجيب لك اي ماركه ثانيه وتعلم عليها. وقتها حتى رغبه الطبيب بنقول له لا، طبيعي، لان لو رغبه الطبيب تعارضت مع الرعايه الصحيه، مع قدرته على توفير رعايه صحيه، بنرفضها. فهي منظومه كامله، يعني هي المفروض صوره بانورامية كامله، انسان يشوفها ما يشوفش فقط الاجزاء هذه. مليئه بمغالطات، قلت لك حتى كلام مع الوكلاء انه والله الوكيل والبقيه كلهم تجار شنطه، وبعدين قال لك لا والله يبي دكتور بش ما هو بناخذ له. قال ايش قال له هنيدي راك توزع علاش مقايلينها؟ ايوه طيب معلش في اللقاء دكتور المدير يركز هلبا على موضوع التكليفات بالتليفون. احنا لو عرضنا جزء اكثر حتشوفها تكلم هلبا على موضوع التكليفات اللي تجيب بالتليفون. قال لهذا اي دلاله يعني؟ لا، ما انت شوف هو بروحه اعطيت له الاجابات. في الاول قال له ما فيش حاجه اسمها تكليف بالتليفون، في تاجر يطمن على فلوسه لما يحصل تكليف بالتليفون. وبعد تالي رجع قال له لا، انا لما نعدي زياره ونلقى مثلا عندنا اجهزه عاطله واجهزه ناقصه، نكلم الوكيل الفلاني نقول له عندك في المخزن ولا لا، وبعد تالي بناء على ذلك يتم التكليف، اللي هو هذا هو التكليف بالتليفون. بالضبط، انك تقول له شيء عندك وها شيء جاب منك ربي، هذا هو التكليف بالتليفون. قال لك لا، انا ما نكلفش بالتليفون، انا اشوف ايش عنده في المخزن، اللي هو التكليف بالتليفون. بعدين رجع قال لك لا، انا ما ناخذش في شيء جديد، ما استخدمش في شيء جديد، استخدم في التليفون في الصيانه، نعدي الماركه الصحيه نلقى اجهزه عاطلات واكد عليها. قال لي جديد ما ناخذش، لكن نلقى اجهزه عاطل نكلم في الوكيل نقول له تعال بالله يصير. فهو هذا تكليف بالتليفون؟ لا، مش تكليف بالتليفون. انت اصلا بروحك زمان لما تدرسنا على فضائل الوكيل قلت لنا انه من فضائل انت ان نكلمه في اي لحظه، انه عنده سيستم لخدمات ما بعد البيع. نعم. ممكن تتواصل معه المستشفى، فليش لابد يجي الوكيل ويعدي المستشفى ويشيع على التليفون؟ معناته رجعت لتجار الشنطه. ما استفدتش اطلاقا يعني. وقال اني اسلوبي هذا فخور به، ودرته قدام حتى الكاميرات وتشوف فيه الاذاعات، وهذا اللي خلى الموردين يتفافوا على العقود نتاع الصحة. إيه لو إن في حد حتى أنا شاد التليفون وشرطة في الملايين بالتفافة حتى أنا ما عندي بنجرب شرطه كويس. لكن الفكرة إن في مقاييس وضعت لتفادي الفساد هدايا، أنت بروحك تجاوزتها وتتفاخر بأنك تجاوزتها، لا وتقول إن والله المقاييس هي اللي بسبب الفساد. قال لك مش ما يتمواش من تحت الطاولة ننفاني بالتليفون. شوف راك تليفونك على تحت الطاولة. بعدها ختم بموضوع الطب العسكري. والله يضحك موضوع في الطب العسكري بالذات، مازال الراجل عنده طموح. قال لك انا بعد الطب العسكري ان شاء الله بندير جهاز طبي لكل وزاره، مش مستشفى كل وزاره ديك بروحها، قال بدير جهاز طبي لكل وزاره، مثلا دار جهاز الطب العسكري مسؤول على قال بدير جهاز طب السجون. يعني قال لك باش نرفع اسمها هي الوزن اللي مدارين الحمل الحمل نعم
الحمل حمل علاج علاج المساجين من وزاره الصحه، بالله كان في واحد محبوس اساسا باش يديروا حمل، ثاني حاجه يعني بتدي لي مستشفى فيه ونساء ولاده في الحبس ليش؟ يعني انت مدير في معتيقه، هل بترفع يعني بترفع حمل انتاج المجرمين من مجتمع نقدانيه داخل في المجتمع نولد في المجرمين بروحهم ننتج فيهم؟ طيب ختاما، قال اي شيء على امر القبض الموجه؟ ايه دوي قال انا مستعد ان نمشي للتحقيق، لا فات التحقيق، هو التحقيق في 1/4 قبل 1/9 قبل 1/9 تو لي 20 يوم امر قبض واحضار. طيب دكتور تميم، أنا آسف جدا نقول لك أن وقت الحلقة انتهى. أنا أعتذر أيضا للإخوة المعلقين خاصة الله يبارك فيهم اللي يثنوا علينا ويشكروا فينا، ما قدرتش نقرأ كل التعليقات. أخوي أيوب الساعدي الله يهديك، صورة شنو اللي عندك؟ عندي صورتك من زمان، يقول لي يا أسامة أبعتها على الخاص ما تحطهاش هنا في التعليقات، لابس غلط برازيل ستر الله باقي مش مين يشريها. شكرا جزيلا دكتور تميم، شكرا أعزائي المشاهدين، نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد ومع دربيل جديد على أخبار جديدة. تصبحون على خير. Ooh.